واللاعبين وردة الفعل اللي كانت امام فريق اللي هو فريق كبير، فالرضا من هذه الناحيه، ولكن خيبه الامل على النقاط اللي ما خديناش اليوم، احساس انه كنا نستاهلوا نقطه واحده، ولكن تتبقى مباراه بالنسبه لنا ممكن نبنيو عليها في المستقبل. كان فيها اشياء جيده ولكن ايضا اشياء يعني ممكن تتطور، ظننا ان المجموعه تتطور من مباراه لمباراه، ولذلك كان هذا الرضا النسبي على المستوى ديالنا ان شاء الله. سعيد، انت اللي شرفتي على الانتدابات، كان واحد التساؤل كبير، علاش سعيد شبا قرر انه يغير التركيبه كامل ويتخلى على الاسماء بزاف اللي كانت كتشكل العمود الفقري ديال الفريق؟ بالفعل حنايا درنا دراسه السنتين الاخيرتين وارتئينا انه نخففوا المجموعه كعدد، حاولنا ننتدبوا فقط مراكز اللي عندنا فيها الخصائص، وحاولنا نخليو اماكن شاغره للاعبين الصغار. اليوم عندنا مجموعة ديال اللاعبين صغار اللي تدربوا مع الفريق الأول بعمر 19 سنة، 18 سنة، 17 سنة، إذا عندنا 22 سنة. فهذا هو البروجي إن شاء الله في الثلاثة سنوات، أنه ما ننتدبوش إلا لاعبين اللي يصنعوا الفريق، ماشي لاعبين اللي يكونوا حاجز أمام لاعبين صغار اللي إن شاء الله نعطيهم فرصة تدريجية إن شاء الله. شكرا.